لا دلائل قاطعة حول جدوى ارتداء الكمامة للحد من انتشار وباء كورونا. رغم ذلك يضعها الكثيرون على وجوههم هنا في شوارع لندن احترازا أو تقليدا أو ربما من باب سد الذرائع لا أكثر. الجدل في أروقة السياسة حول جدوى هذا الأمر مستمر رغم تحفظ الحكومة على فرض ارتدائها كإجراء ملزم للعموم. ما فينا نقول قديش الكمامة ممكن قد تكون مساعدة، ولكن أكيد تساعد. مقارنة الفيروس بكل الفيروسات الثانية بكل الأوبئة اللي ممكن تنتشر، أكيد ارتداء الكمامة يساعد، ولكن إلى أي درجة ما بنعرف تماما. السبب لا يقتصر على الناحية الطبية فحسب، إذ تشهد بريطانيا نقصا حادا في أدوات الحماية المخصصة للعاملين في المشافي بما فيها الكمامات، ما يعني أن فرض استخدامها على العامة قد يؤدي إلى حرمان الطواقم الطبية من أدواتهم الضرورية في المشافي. الكمامة الخاصة اللي هي المفروض يلبسها الطبيب ليحمي حاله بشكل صحيح ومثالي هي غير متوفرة في معظم الأحيان. نحن بالمشافي وما عم بيكون عندنا احتياط كبير من الكمامات الاعتيادية، فما بتصور رح يصير بالقريب العاجل في نقطة أن الحكومة تعمل فرض على جميع الشعب أنه يلبس هاي الكمامات. يذكر أن الحكومة البريطانية زودت مشافي البلاد نهاية شهر مارس ب170 مليون كمامة نفدت أغلبيتها العظمى خلال أقل من 3 أسابيع. فرض ارتداء الكمامة على العامة على غرار بعض الدول قد يبدو بالنسبة لبريطانيا الآن رفاهية لا قبل لها بها، فالأولوية لحماية الطواقم الطبية في ظل النقص الحاد في معدات الحماية. زاهر عمرين، العربي، لندن.